تعرضت البطلة الثانية لمسلسل الخائن مرام علي لهجوم من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتفالها ورقصها بحفل عيد ميلادها الذي نظمته أمس مع عدد من أصدقائها، والسبب عدم احترامها كما قال هؤلاء لموت الفنانة السورية القديرة ثناء دبسي والتي رحلت منذ يومين عن عالمنا، وأحزن هذا الخبر الملايين. مرام غنت ورقصت مع أصدقائها وزملائها بعد ساعات قليلة فقط من انتشار خبر رحيل ثناء دبسي التي يحترمها السوريون والعرب ويعتبرونها من قامات الفن، وتحديدا في التمثيل تمتلك قيمة كبيرة، ومرام ممثلة أيضا. لذا غضب كثيرون من تجاهلها لهذا المصاب الأليم وعدم اهتمامها بالخبر. وأنتم ما رأيكم بما حدث؟ هل كان يجب على مرام تأجيل حفل عيد ميلادها؟ أم أنها مضطرة كانت لإجرائه في هذه الليلة بالتحديد بعدما دعت أصدقائها إليه؟ هل تبررون ما فعلته؟ على أي حال، كل عام وهي بألف خير، ولمن يريد أن يعلم كم عمرها الآن؟ فمرام أصبحت تبلغ 32 عاماً. كوليس ما بعد المشهد.